بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخياري ملك استوات نقل سعوتان كسو نوادا برامج غار أو إنكو إيغي دونو سويالكا حريركا سوماليا إيو راشكا قلداتك دعاي إيو وحيابيه لغبرتي برامج كان غاركا وحيقالا قيب غالجا مدان عبد الرساق معلن علمي أو قدوميها حريركا قود أرادا شقالها سوماليات. مرحبا وحن جعل هاي مدن عبد الرساق برامج كسودو ودو ادم حسن واتهاي ان انغنا وكاغه مهد علينا وحد انوغا وربخيسا او تاريخ كوبا نغا سيسا سويالكا حريركي سوماليا اي لا لهيت روشكا يو قلاداتك دحاي ما دام اتهاي نين واي جوق خبير كان سو شقيهي دولتي هوره دلك سوماليا دولتي دح. بسم الله الرحمن الرحيم ادم حسن تهاي تاريخ ذا يدا إسقرتا مروال بنا وحواي جيل بجيل كأو كدام بيو تاريخ أيو كد حلا أرنتي أدوي ديسي حرير كيمد وقسفياتي إيا الصوماليا وحو بلاو داي لحدمي يدي أيو حوغيستي أو بلاو داي كبعدنا وحو قاضي محوها الرماد أطير بدن أياد عي ومحوها الجهر مريني سوماليا قيبه هذا كل دوان سدا تبى بركة إذا ماذا ورشدين ودن كل جسمي إيو قيبة أدي أدي أطير بدن هدي أنك سوق عدنو سوماليا يراشكو مركي أي علاقات كسميستين سيدا أي تاريخ دو حسيسو وحا انتي سبباً محوها لأتكي حلقي الله ونحريستي عبد الرشيد علي شرماركي أو ها رئيس الوزارها ولقو قلي مقالة موسكو هشيس إن عيدا مدى سومالي دا الله تبارو قلبنا لسيو حلقاس أيو ددنكا يوم معنيه سوين هشيسكو أو بلاوضي يسو سو دواشها مدوغ السوفياتي يو دولة دي سوماليا محوها سيفيلين كاهي حلقاس أو بلاوضي حلقاس وحي تببر سيان يحوغا قلبة أو دولة دي هاد دولة دي سيفيلين كاهي آس آسكي عيدما دي حوغ دلك سوماليات و لما سيدا الله شاغو أفركن إلا شنكن لبكن وغوي لغا كاني يو سدحكن و لبكن بوليسكا لغا كاني هل كان جوغي غيبتي كوفريا دي أتليان غو غمي سجري يو كون لغو داري و محو أها داد كده توعو سبقها أي حوغا غلابة سيين كبعد تببر ري ودين ودن كواكي انقلاب كدعي سيراكيل بدني سوال تببرين ورن أهان تي تياله تبابر تيال اي سو سيين مركي سراكيشاس اي سو تبابرين كبعدين وحاسفو عن قب اللو دي ان عيدن كي لبالاريو مركي كوبيا لباتن كي اكتوبر كون اي ساقال بغول لحدن اي ساقال كي وحي كدن بي ان عيدن كي دولد دو سوماليا اي بالاريسو سببتو ان نمان كي ميشي يميد اي حاكم كقبصة دي وحي اهايين ملتري بي اهايين نمان كاسي وحي كود دادين ان اي حرفت دي اي غينين إن لهور مريو أو أهد حق عيدا مدى داد آد او تاببران او ترابدان سراكيل ترابدان ايا وحالة سي تاببرك لدوان سيدا تاببرك عيدا كاللوكتا عيدا كعيركا عيدا كبادا ايو اسجار سينت سوماليا وحي قارتي محوها مدير كبعدي اني نقوته دولة دلالات افريقيا وحوق بدن اما كوباد نعم ملتري نعم ملتري واحد هي نقطتي مركا واحد مودا حوقاس سوق قالي محو اها نمنكي ملتري هاي كعانكا ان حوقا اي وح اسبدان وح بدن اي قبتين او محو افريقيا اي قبتين حر مقارسين تي افريقيا قايبه كمده قايب قاتين ayadoo xogaa laga hibeysanayo awooddaas Soomaalida marka xiriirka
iyo wax qabadka soo jireenka iyo Soomaaliya wuxuu ku bilaawday markii ugu horeysay arrimahaas military ku bilaawday waa tahay aan military-ga waxaad sheegtay Soomaaliya Ruushka inuu gaarsiiyay inay noqoto dalka koowaad ama labaad kan ugu awooda badan qaarada Afrika markaan ka soo tagno arrimahaasi tababarka iyo waxaa jiray dagaal dhexmaray Soomaaliya iyo Ethiopia 77-kii oo midowga Soofiyeedka runtii aad ugu lug lahaa bal arintaas naga waran horta dagaalka intaan la gaarin dhinaca military-ga markii saas wax looga qabtay waxaa dhinaca Saudi dhinaca warshadeynta waata midowga Soofiyeedku wuxuu sameeyay warshadii caanaha uu sameeyay warshadii rasaasta uu sameeyay rasaasta soo saari jirta uu sameeyay warshadii kabka uu sameeyay iyo dayactirka يعني دينع كلاتنا وحا دينع سعودي ورشدين ودنك الوسمين هرمارينتا كابياشا دقالها هرمارينتا كابياشا دقالها دلكا دلكا كارهان ورشدين تا ايا سعودي انت هاس مركي لغا سوى بحو وحا لسوى قاري سوى اشياء دي ويديسي سبن سبن ايا لسوى قاري سبن سبن دولد دي سوماليا حل قاس جوكتي اني قو فكري اهان وحان قبا محو اهان نين مركاس وح قرتان اها dowladdi khaladaaday gashay khaladaaday gashay dagaalka 77 qaabkii loo galay iyo khaladaad ka buuxay iyo dowladdi dhaxa Soomaaliya dowladdi dhaxa Soomaaliya oo military-ga ahayd waxa kamid aha horey waxay isu khilaafeen nimankii military-ga ahaa Mareykanka mar labaad haddana raashkii is khilaafeen maxuu ahaa aan ila midowga Soviet ay is khilaafeen dowladda marka looma baahneen inay dagaal gasho iyadoo labada awoodood mid ka mid ah aan haysan inay dagaal gasho lama rabin midowga Soofiyeedkii oo waxqabadka soo sameeyay ayay waxay sameeyeen waddanka ka baxay dhahan khubaradiisii iyo wixiisii midowga Soofiyeedkiina wuxuu ahaa dowlad weyn buu ahaa markaas ay leeyihiin baxana Mareykankiina gacan kuma haysato marka khaladaadkaas ay sameeyeen dagaalna way gashay waxay la gashay Ethiopia oo run ahaantii Afrikadu ay u aqoonsaneed ama wadamadan reer galbeedku ay u aqoonsanayeen libaaxa Afrika inay tahay marka dagaalkii markuu bilowday midowga Soofiyeedka dhanka kale kasoo jeesteen oo dhinaca Ethiopia kasoo jeesteen saasaa ciidamadeenii lagu soo jabshay ciidamadeena ragga jabinayaana waxay ahaayeen raggii la taliyaasha ahaa ee ka shaqeyn jiray xamar fadhi jiray oo waxbaray ciidamadeena ayay ahaayeen arrintaasina waa khalad ka dhacay hoggaankii Soomaaliyeed ayuu ahaa xataa lagama fikirin muxuu ahaa war inta hadda laysku inta hadda is haysata oo muxuu ahaa wuqooyi iyo koofur ah amay burburtaa marna lagama fikirin اللي هدي دجال قد جشيت أو دجال كاس قد كجبشيت قد كجبتيت وح بدنها سوا بحاء أو دول دول لا كتاسي وح كانت إن أيضا كان الدجال كل كجبشو إن السمارة الآن نقدان إن انقلاب لا يسكون ديو إن رج أو كم ذا عفية لقبتو مدو يسوفيتنا أو بيرو لانكا محوها إتوبيا أو كسو جستو oo ciidamadeenii oo harar iyo hawaas iyo dhulkaas jooga meel ka dambaysa taangiyaal lagu soo daadsho inta diyaarada lagu soo qaaday ninka taangigaas la socdaahuna uu yaqaano ragga ka horeeya oo hoggaanka ka ah ciidanka uu leeyahay hebel hebel ka bax meesha khatar ay ku jirtaa marka qalad weyn oo dhacay oo gashay dowladdii dhexe military-ga Soomaaliya oo hoggaaminaya Maxamed Siyaad Barre ay sameysay ahayd kabaxayda waa tii la yiri muxuu ahaa halkaas wixii ka dhacayna kulleyba dhowr jeer rag saraakiilaha laga wareystay taariikh baa dahabahay gashay soomaaliyana laakiin markii ugu horreysay dagaalka way ku guuleysatay waa la reexay etoobiyaanka waa la reexay dhul badanaa laga qabsaday laakiin markii dambeeta guushu waxay ku dambeysay gacantii etoobiyaanka iyo raashka iyo kubaanka iyo dowladdii cadan intaasaa isla socday oo muxuu ahaa ciidankeenii jabiyey kabacdina waa laga soo baxay marka waxaan dhihi karaa khalad weyn oo dhacay waaye aniga marka waxaan aaminsanahay maalintaas ayay bilaabatay in muxuu ahaa ciidankii Soomaaliyeed iyo dowladdii Soomaaliyeedba lala dagaalo oo muxuu ahaa la kala furfuro oo muxuu ahaa aad iyo aad
layiraahdo waagi uu ku bariyay wadamadii muxuu ahaa reer galbeedka u badnaa ee cududan ka soo baxday geeska Afrika oo muxuu ahaa dawladdi muxuu ahaa isku dagday inay jabiso dawladdi qadiimiga ahayd ee muxuu ahaa boqortooyadii ee muxuu ahaa Ethiopia marka bahashu halkaas ayay ku dambeysay jabkaasina wuxuu ka yimid qalad ay galeen hoggaamiyashii Soomaalida ee xilligaas waataa mudane qaladka waxaad sheegtay inuu ka yimid inay Soomaaliya xilligaas ceyrisay saaxiibkeedii ugu weynaa ay haysatay midowgii Soofiyeedka iyadoo aanan haysanin dhinaca taageerada Mareykanka maxaad is leedahay dowladdaas waa ku kalifay inay midowgii Soofiyeedka dalka ay ka ceyriso oo ay lumiso والله أنا جو حال الشيك استي نند بولماسي أو رير سودان سودان يا مصر وحي إسكو ديان إني كعليان محمد سياد بره جو أنكس إنه سقالا وأو كديدي وأو كديدي وح كلاتنا ما هن محمد سياد بره وحو معناها حوج أو مانت هيستو أو مركز هيستي أيا لوينا حلقاس هذا ولوينا قف اسكو فيلم بوس مودي ها هذا ولوينا هيا من دلبات وحو دنينا اي او اسقو نين اد ودني او هو اها ان دولكي مخو اها سومالي غلبيت لخريو مركا وحو اسلها دولكان وا خريس كرتا مخو اها يدا ان كنت شنينين سوفيتكا ها سوفيتكا اسون كنت شنينين او اودانو ما بقى افكر ما بقى يسن افكرين با قاب كان أبسمي هنا عكلا دت كان هنا هذه كران مركز وحاخد في عن عياري ومحوها كسو هرجستي أرنتاس شحفي عن لا عياري نينكي من جستو أو سودي بمدو بسوفي سود أتجي سودي بي إسوا كفا إذا سنة سومالي إسوا كفا إذا سنة سومالي إن دجالين أو سومالي أي مدو بسوفي تكسوفوقين midigu sufiyeetina wuxuu ku ogaa Itoobiyaanka inay yihiin niman Mareykanka ku xiran Itoobiyaanka haday u soo gacan galeen oo Itoobiyaanka ay is diibeen oo ninkii Mugisho uu taagan yahay waa kanaa noo tali oo naga tali awoodoodii dhameed ay isu keeneen waxay ka hakradeen male ayagoo laba muxuu ahaa dhagax laba shimbir ku dilaya marna waxay ka aarsanayeen muxuu ahaa Soomaalida ka aarsanayeen مرنا وحي سو جيدنا ايتوبيا وحي سو جيدنا ايان وصاحب مريكان مركا ساسا خودا حلقا سي كدب روشكا وكتك الصوماليا دولد دين مركا سي بربورتي ساقاشان كي حرير كي الصوماليا روشكا حلقا سي كدب مصولابتي حريش كي الصوماليا روشكو محوها صدق سنة وقدم بيسا مع قبضنين wixii ugu badnaa ee la qabtay waxay ahayd muxuu ahaa xiriir hadda inta aan ka warqabo waxaa jira aan caga badnayn oo muxuu ahaa safiir Soomaaliya waxaa laga maamulaa hadda safaaradda Ruushka waxaa laga maamulaa Djibouti oo safiir ku jooga oo safiir isku maamula Djibouti iyo Soomaaliya halkaas fadhiya kulliiba hadda ayaan dhaweeyto wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya tagay shirarkan waa laga taa deynti oo ka cafiyay Soomaaliya shirarkan waa laga qayb galaa oo Afrika iyo muxuu ahaa raashka ah inkastoo hadda ayaan dhaweeyto heer hoose Soomaalidu ay uga qayb gashay laakiin ayagu way dadaalayaan oo waxay sheegeen inay deemankii naga cafinayaan ayay sheegeen ay daneynayaan Soomaaliya ayaga Soomaaliya waa daneynayaan laakiin muxuu ahaa waxaan isleeyahay hadda waxaa loo baahan yahay in la xoojiyo xiriirkaas asaga ah ayaa loo baahan yahay laakiin waxaan isleeyahay hadda hartaan muxuu ahaa 30 sano ee ugu dambeeyay xiriir saasi ma jirin Soomaaliduna waxay u badneyd dhanka reer galbeedka sababtoo ah wadamada reer galbeedku markii dawladdii dhacday qaaraanba safaaradooda aan la bixinba sida safaaradda Mareykanka iyo safaaradda Talyaaniga iyo maba bixinba waa joogeenba marka waxaad moodaa taariikhda inay dib isku qorayso oo mar labaad hadda uu taagan yahay loolanka Mareykanka iyo Ruushka oo Afrika xitaa soo gaaray oo galbeedka Afrika hadda ciidamadii Raashka ay tageen Mali iyo meelo kale oo Niger ay ka mid tahay Soomaaliyana hadda ay ka mid ahay dalalkii lagu casuumay shirkii dhowaan Ruushka Afrika Afrikana marka hadda ay noqotay meel uu ka socdo loolanka juqraafiyadda
ومرايكن كي روش قول حي مركز صومالي هذا وحي تاغن تهي ماشي اي تاغنيد سمن سمن كي كهر ياد سلاد هاي وي اوفي عن تهي ومرايكن كاون اقنا هاي صومالي هذا دولة كجرت علاقات في عن انو كلاد حيو ومرايكن كي عيدا مدى صومالي قيب كمد اي تبابران سفارد وكل يهي تاغيرا نقال اوسيا دولة صومالي ياد إسلاده هاي صومالي ويوفي عن تهاي روشكا يو مريكن كحرير كيسا أديقو كإيجا يا صدن كيسان لصور نعفي مريكن انت وجوغي صومالي وعاوين اي وحا وقبتي يو وحا لغا في لنكال روشكا دي حرير في عالا سميسو صوماليا هادا ميشا اي جوغتو مركاد في رسيد صوماليا هادا وحي جوغتا ميل صو كباشا دولة ديس أنت بدنا هدرتان إذا ما دينا وحاء تببرة أو خرج كبحشة دولة ده هي قلبيتك جارهان مريكن جارهان مريكن كأي خرج كبحشة أدي هذه وهم هتسيهين يو مريكن كلية ما هن إنجليز كبحشة محوها تلياني كبحشة لكن مريكن كوا تاجر أوين تاجر أوين مريكن كواي مركا واحد مودة أنا قصدي أن أوركو دولة ده هي قلبيتكو مدك دجان محوها باشا وحالي هذا ان معلم والبكالون الروسيه ان حرفت بكالون كابودا بنا يسال لوغو برو وادبتت وادبتت ادق وحا وناكسن ان حرفت لوغو برو دول ذا الرجال باتكو وحيكو دبالان اني وسيان اني وحسيان قفتو ومعلم والبيلاهدين وحوان كوسينينا لكن قفت حرفت ديزي محوها لقفتها وقارو كما أي سند ذالين هذا صوب دونسن والدولة دي سهن كجرنا والدولة ده هري قلبيات كو أي قانت كل جرين سياسة الصومالية وحوين وساسه إسكب الدلين مجرم كل يبغى وحلو بها هي هيدات كسياسيين تا يأغوني هنكا إن محوها أي فكران ومحوها حرير كي راشيا أي حرير كي راشيا دبلو حوجيو دبلو سو علشو ayadoo ka reer galbeedkan laga faa'iideysanayo sababtoo ah anagu waxaan nahay dowlad xor ah waxaan nahay madax banaanahay Djibouti oo intaad aragtay leego hadda halkaan noo jirta muxuu ahaa waxa wadankeeda ku yaala intaas oo muxuu ahaa saldhiga ku taala Mareykanka jooga Faransiiska jooga Chinese jooga muxuu ahaa Japaniiska jooga dhammaantood way isku ilaalinaysaa dhammaantood way isku ilaalinaysaa danaheedeena ka wadataa anagana dhulka baaxad weyn ah haysanaa ka khayraad badan haysanaa marka in la fikiro oo muxuu ahaa sidii loo soo jiidi lahaa quwadaha waaweyn oo muxuu ahaa wax loola qabsa lahaay laysagana ilaalin lahaa inaan ka fikirnaa ila fiicnaan waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaa soo gaarnay bal waxaad ka warantaa habdhaqanka ruushka maadaama waayo joog ahayd dowladda dhexal soo shaqeysay markaad eegtid habdhaqanka ruushka soomaalidu wax badan kama yaqaanaan raashiyaanka waxay arkeen oo keliya inta badan mareykan oo jooga waddankii markaa isbarbar dhigtid mareykan iyo raasha yaa kula wanaagsan mareykanka iyo raashka horta horeeto mid waa run waa sida aad sheegtay jiilka dhalinyarada soomaaliya waxaa la yiraahdaa hadda boqolkiiba toddobaatan shan ilaa siddeetan dhalinyaro waay soddon sano ka hooseeya ha oo soddon sano ka hooseeya dadkaas soomaalida ee dhalinyarada ah intooda badan dad muxuu ahaa badan ka yaqaana maaha muxuu ahaa la kawsaday waaye xilligii fowdada la kawsaday waaye annaga marka dadka soomaalida waxaa lagu tiriyaa inay yihiin dad maskax furan inay yihiin ayaa lagu tiriyaa oo wax qabsa kara oo xagga dagaalkana ku fiican ayaa lagu tiriyaa marka aniga waxaan isleeyahay muxuu ahaa raashka faa'iido weyn ayaa ku jirta in calaqaadkiisa la hagaajiyo marka calaqaadkiisaas la hagaajiyo ayaa laga hadli karaa haddeertaana kulleyba arrimaha muxuu ahaa hadda xoreynta iyo waxa la wado haddii dee mir ay kasoo baxaan oo dowladahan hadda gacanta kula jira ee Mareykanka iyo annaga waxaan u baahannahay toogsigaana dilay in kheyraadkeena lasoo saaro waayo waxaan u baahannahay keliya marka aniga waxaan rajaynayaa in dib loo soo nooleeyo calaqaad xoog leh oo dowladda raashka iyo soomaalida u dib usoo noolaadaan rajaynayaa insha allah waa tahay aad umahadsan tahay akhyaaray waa tahay aad baan kaaga mahadcelinayaa kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq macalin cilmi oo ah gudoomiyaha
xiriirka guud ee ururada shaqaalaha waa nin waayo joog ah kana soo shaqeeyay dawladda dhexe ee dalka wax badan ka og arrimaha taariikhda Soomaaliya waxa ka wareysanaynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan sooyaalka xiriirka Ruushka iyo Soomaaliya xalqado kale ayaa inoo dhiman oo markaasii adin soo gudbin doona barnaamijyo kale oo ku saabsan arrimaha xiriirka Ruushka iyo Soomaaliya aniga Umar Shaqnur ayaa barnaamijka markaasii adiga la socodsiinayay intaan markala wada dib ugu kulmi doona waxaan idin kaga tagaynaa nabadgelyo aad baa u mahadsantahay aad baa u mahadsantahay